بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هنكمل مع بعض ونراجع الحلول اللي قدامنا. احنا عندنا هنا بيقول لي أكمل بتصريف الأفعال، يعني هتصرف الفعل وانت بتكمل بيه. عندنا مي بارون، والدي، احنا خدنا فون هنا طبعا على أساس طبعا بعدها دو، طبعا فير بعدها دو، جوي بعدها ومشتقاتها طبعا، براتيكي بعدها طبعا ايه اللي هي ادوات المعرفه. هنا مكتوب قدامنا اهو مي بارون، والدي، فون دو ليكيتاسيون، فون دو ليكيتاسيون. هنا طبعا دانيال وموا بتساوي ضمير نو، خدنا في زون. هنا في طبعا عشان هنا الضمير اون وبعدها دو. علي اتوا بتساوي ضمير فو، فحصرف فيرب جوي لان طبعا بعدها اللي بعده دايما خد جوي. هنا برضو نفس الجمله، جوي اهو صرفنا جوير بقت جو عشان هنا طبعا الى بيك اس. او تنس بعدها جو في ديوجا، جو في ديوجا. هنا جو براتيك لو، خدنا لو طبعا عشان معرفه، اهي معرفه فخدنا براتيك مع نو براتيكو. برضو اما بلاقي اداه معرفه باخد فيرب براتيكي او افعال الميول. مونا جو عشان او طبعا. تي في قلناها، مي زامي جو او بادمنتون طبعا عشان هنا او خدنا فيرب جوي بيلعب بادمنتون اللي هي كورت ريشه. تو لو موند بتعد الضمير هو، خدنا براتيك عشان بعدها لو. ما فامي بتعد الضمير هي، خدنا في عشان بعدها دو طبعا، دو لا ناتاسيون. لي فرونسي الفرنسيين، في خدنا دي طبعا هنا فخدنا فيرب فير. في التمرين ده طبعا طالب منا حط دي دو لا دو لا بوستروف دي دو دو بس. طبعا احنا عارفين دي للمذكر مؤنث مضروب بحرف متحرك للجمع، ودي للجملة المنفية أو لو قبلها ظرف من ظروف الكمية. دو أبوستروف طبعا للجملة المنفية أو ظرف من ظروف الكمية. عندنا يضاف إلى ذلك طبعا إنها تكون مبدوعة بحرف متحرك. طبعا الأولى هنا خلي بالك إن فيرب جوي، بص للفعل كويس. هنا جيتار هناخد دولار، طبعا خلي بالكم إن بيان ده ظرف ولكن عادي ما بتتغيرش معاه، مش ثابتة، عادي بتضغم معاه أدوات التجسيم. تي في دي اون ذا بال، خلي بالك ان كلمه اون ذا بال اللي هي الهاند بول طبعا دي كلمه مذكر والاش بتاعتها بتعتبر حرف ساكن. طبعا بيتونك الكره الحديديه هتاخد دولا على اساس طبعا مؤنث. هنا بيانو طبعا مذكر برضو هياخد دي. دو ابوستروف طبعا عشان الجمله منفيه، هنا الجمله فيها نفي فبقت دو بس، ودو ابوستروف عشان بعدها مبدوء بحرف متحرك. دي سبور طبعا رياضة، ودي سبور هنا رياضات جمع طبعا. دولا عشان كلمة روندوني، وروندوني معناها التجول، ودي كلمة مؤنث. اسكي مذكر تاخد دي. يوجا طبعا مذكر والحرف الأولاني منها ساكن. فيولون طبعا هنا هتاخد مذكر طبعا عشان الفيرب جوي دي بتاعته ما بتتأثرش بالنفي. هنا هتتأثر بالنفي هتبقى دو بس، واحنا عارفين ان الأش هنا حرف ساكن. دولا طبعا عشان كلمة ترومبيت مؤنث معناها البوق. مي كوزان فون دوز شيك، الشيك طبعا شطرنج طبعا جامع هتاخد دي. هنا دي عشان ترى الارك اللي هي الرمية او الرمح يعني القوس او الرمح، ودي مذكر. عندنا طبعا دولا بوكس طبعا على اساس ان هي مؤنث، اللي بعدها طبعا دو ابوستروف بس على اساس ان الجملة منفية، ودي كلمة كيتاسيون فروسية. ماسير في دو طبعا الكلمة دي مبدوعة بحرف متحرك فهتاخد دو الا ابوستروف. اريو بيك بعدها طبعا عندنا كلمة ناتاسيون الجملة منفية خدت دو، بعدها طبعا دو ألا أبوستروف لكلمة رفع الأثقال. طيب هنبدأ ناخد عندنا التمرين الثاني آ وأو وآ لا ونحله بسرعة. حلينا التمرين طبعا ألعاب الفيديو بتاخد أو قبلها. طبعا أو باسكت مذكر. آ لو في دي، شوف في أداة نكرة ألعاب الفيديو خدنا آ بس. او مع كلمة هوكي، او روجبي طبعا مذكر، بتونك مؤنث فخدنا الا. الشطرنج بتاخد او عشان جامع طبعا، روجبي مذكر. قلبوا بي يعني العروسة او الدمية او اللعبة، خدت الا عشان مؤنث. او طبعا عشان كلمة الشيك، ده كله مع فيرب جوي. تعال ناخد عندنا هنضع ادوات معرفة داكو. طبعا ده حال التمرين مبني على المذكر والمؤنث، وانا هراجعهم طبعا عندنا. طبعا الجملة ما بتتأثرش وأدوات المعرفة ما بتتأثرش بالنفي طبعا. ما هتلاحظ إن طبعا المعرفة ما بيجيش عندنا إلا مع إيه؟ مع أفعال براتيكي وإيمي وبريفيري وأدوري وديتيست. إلا هنا أداة معرفة لو،
يبقى على طول هدور على فعل من افعال الشعور او الميول يعني، او فيرب براتيكي. طب انا عندي هنا براتيكي موجود، بريفير موجود، وهستبعد في وجو. طبعا هاخد بريفير عشان التصريف يبقى صحيح مع الضمير الا. هنا لو يبقى انا هدور على براتيكي او بريفيري وامي وادوري وديتستي. طبعا عشان التصريف يبقى صحيح هناخد براتيكو، انا بستبعد فير عشان فير بتاخد دو، جوي بتاخد ايه اه. ودي طبعا كل حاجه ولها ايه المشتقات بتاعتها. طبعا الجمله اللي بعدها مكتوب موا جو، هنا في او، او يبقى ادور على فيرب جوي. شوف حرف الجر هو اللي هيحكمني وهشتغل عليه. تي فا انا عايز مصدر فعل، بس مصدر الفعل ده بعده ايه؟ بعده او، يبقى هو جوي. طيب تي اه تي بعدها او، يبقى هو جوي. ال بعدها دي، يبقى هدور على فير بقى. فير متصرفه فين هنا؟ اهي فير. شوف حرف الجر هو اللي بيحكمني. ميكو بان دولا بوكس، يبقى هاخد فون. داكو. طيب التمرين ده اختياري طبعا. عندنا بيقول جان دي تيست، دي تيست يعني يكره، هيكره لا. طب ليه انا رحت لا؟ لان فيرب دي تيستي وامير وبريفير وادوري ومعاهم براتيكي طبعا بياخدوا اداة معرفة، فانا ببص للجملة اللي قدامي اه حدي اداة معرفة. فير هتاخد دو لا. طيب فير منفية تاخد دو بس. طيب جو اللي هو فيرب جوي هياخد اه، يبقى دور على الاهات، هناخد هنا آه لا عشان دي مؤنث. ايه نيم با لو فيلو عشان ايمي بياخد ايه معرفة. يبقى انا ببص الفعل كويس. جو بريفير لا كورس ابيي، لا كورس ابيي. خلي بالك كورس ابيي عندنا، وبعدين هناخد كورس افيلو، كورس دو فيلو، هيبقى فيهم كلام دلوقتي معانا باذن الله. جو نيم با فير، لا ده جيم فير، الجمله مثبته طبعا مع فير هناخد دي. هنا اون في، اون في دولا شاس، شاس طبعا اللي هي صيد الايه الحيوانات والطيور. جو دي تيست لو، دايما خد اداه معرفه. ايه الجو بيان يعني هما بيلعبوا جيدا طبعا، مع فيرب جوي دايما باخد او او حرف الجر او مشتق. التمرين اللي بعده تو في دلتا بلان. طب دلتا بلان وسكات آه، وطبعا اسمه اش، دول كلهم مذكر طبعا، فهناخد طبعا عندنا آه هنا دي، فين دي اهي. يعني كل الالعاب اللي في اخرها او فهي مؤنث، ما عدا دلتا بلان وسكات واي لعبه اخرها اسمه اج، ودي موجود لها شرح مفصل ليها طبعا عندنا في الفيديوهات بتاعتنا. ان في با هو لا يمارس، الجمله منفيه، بس بادي تو فاكرين بادي تو يعني اطلاقا بتاعت النفي. جي ني جو با انا لا العب، طبعا هنا هاخد او، لان او هنا فيرب جوي بياخد اهات دايما او الا. Il fait souvent, souvent يعني هو يمارس غالبا ديوجا دي. أدور يعشق لا شاس. شو بقى أما بحفظ الفعل بعده إيه بالظبط بختار بسهولة. جوي طبعا هتبقى أو، طبعا هنا الشيك طبعا الشطرنج هناخد أو طبعا. عندنا هنا إل ني فون با، وبعدين دو لاكيتاسيون، لا دو بس. آه ليه دو بس؟ لان الجمله منفيه، يبقى هستبعد دو الابوسترو. اون في وبعدين كيتسير، طب كيتسير مذكر هناخد دي. موا جو بريفير لا كورس، لان دي معناها سباق. نو جو او هوكي، طبعا هنا او طبعا على اساس ان كلمه اوكي الحرف الاش فيها هو حرف منطوق وبيعامل معامله الحرف الساكن طبعا. تصريف افعال هامه جدا لابد تحفظها، اللي هو فيرب ناجي يسبح، تاخد بالك من تصريفه مع ضمير نو ان احنا ضفنا او زياده. جاني يكسب، بيردر يخسر، وده فعل مجموعه ثالثه طبعا. جو بير، تو بير، il elle perd، نو بيردون، فو بيردي، il elle perd. وفيرب كورير يجري، جي كور، تي كور، il elle court، نو كورو، فو كوري، il elle court. طبعا هنا الافعال دي هحفظها كويس قوي. مي بارون والدي، وبعدين سبور دو راكت، يبقى بيمارسوا. خدنا براتيك، استبعدنا فون عشان انا عايز بعدها دو، استبعدنا جوي عايز بعدها اه، استبعدنا بريفي عشان مش ده التصريف الصحيح للفعل ده.
مي بارون بتعادل الضمير الى فيك اس، فلا بد اخذ فعل في اخر او ان تي، او لو شاذ هاخد او ان تي. طيب عندنا جو دي بادمنتون، جو دي بادمنتون. طيب هنا في دي، يبقى ادور على في على طول، ادور على فير، لان احنا قلنا اهو فير هياخد بعده دوهات، جوير هياخد بعده اهات، وبعدها طبعا براتيكي بياخد بعده اللوهات واتبعها. طبعا ده فرنساوي معرب احنا بنقوله عشان يسهل معلومه بالنسبه لنا. ميزامي موا، اي اسم زائد موا بيساوي ضمير نو، يبقى هناخد ناجو. اون هتتصرف طبعا زي ال، يبقى هناخد جاني، بنفوز بكل المباريات. ماسير اختي دون لا بيسين، يبقى ناش تعوم في حمام السباحه. لو جوير اللاعب، كور بيجري 15 دقيقه قبل المباراه. كاليكيب اي فريق، بير لو ماتش خسر المباراه. طبعا بسال عن اي فريق خسر، يبقى بقول هي، لان فريق بيعاد الضمير هي. فو بارتيسيبي، انتوا بتشاركوا ادي كومبيتاسيون في منافسات. ميزامي اصدقائي، لو تورنوا دو تنس، يبقى طبعا هنا هناخد بير اخرها او ان تي، على اساس طبعا ميزامي هنا بتعادل الضمير الى فيك اس. الجوير برضه بتعادل الضمير الى فيك اس، فهناخد جانيا. بعدها مونامي ايم، صديقي بيحب، دون لابيسيني بيعوم في حمام السباحة. خلي بالك ان فيرب ايمي هنا مصرف، يبقى انا عايز مصدر فعل ويتناسب في المعنى. هنا طبعا يفوز في حمام السباحة، بيحب يفوز في حمام السباحة، ممكن تمشي بس المعنى ناجي اقوى. بيردر يخسر في حمام السباحة، احتمال. كورير يجري، طبعا هناخد ناجي، ده المعنى الاقوى عندنا. ليزيليف التلاميذ بيتدربوا، يبقى سون ترين سيغ لو تران، بيتدربوا على ارض الايه؟ الملعب. الجزء ده خدناه، انت بتسال صديقك عن رياضته المفضله، فبتقول له كالي سبور بريفير تو، او كاسكو تو في كوم سبور، ماذا تمارس كرياضه؟ كالي تون سبور بريفري، ما رياضتك المفضله، او كالي تون سبور فافوري، يعني ايه رياضتك المفضله؟ طبعا هنقرا الجزء ده كويس جدا وبعنايه، على اساس طبعا ان احنا نكون متفقين تماما ان الجزء ده مهم جدا في حل سؤال المواقف طبعا، وفي حل سؤال الايميل، لان بتعود على السؤال والاجابه. في الجزء ده طبعا انت بتشير لماذا انت تذهب الى البحر، فبرضه بقول عشان اغطس، عشان امارس البلونش افوال. بلونش افوال طبعا اللي هو الشراع، الالواح الشراعيه. طبعا بورفيردو لان تسوى عشان امارس السباحه، وهكذا. الايميل بقى بيعودني على السؤال والاجابه مباشره، وانا عندي دو كيستيون، سؤالين بجاوب عليهم. اما اقول لك كال سبور دو كيب تي في، يعني اي رياضه جماعيه انت تمارس، فلا بد اختار رياضه جماعيه، واقول جو بريفير لو فوتبول. طب ماذا يلزم لممارسه هذه الرياضه؟ يبقى قلت الفو ان بالون، يلزم كوره بور براتيكي لو فوتبول، لممارسه كره القدم، وهكذا. لابد اقرا دول بعنايه وبقوه زي ما قلنا، على اساس ان انا بعرفهم وعارفهم كويس. عندنا خد بالك بقى من حاجه مهمه قوي، وهو الموضوع تحدث عن رياضتك المفضله، وطبعا تحدث عن اعضاء الاسره بتاعتك بتمارس الرياضات ايه، يعني كل عضو بيمارس ايه. موضوعين مهمين جدا عندنا، احفظهم، احفظهم وافهمهم وابدا اكتب زيهم. يعني هحفظ وافهم واكتب زيهم دكتور، على اساس طبعا ان انا اكون متفق تماما في شيء مهم جدا. ايه هو؟ ان انا عايز اعمل حصيله لغويه قويه وجمله سليمه بالنسبه لي، فاحفظ الحاجات دي بعناية. طبعا لو في اي حاجه طبعا ممكن تشترك معانا اونلاين، بنشرح فيها طبعا كتاب جان يالو، وبنعلق طبعا على القواعد بشرح سلس، وبنجاوب على اي سؤال ليكم باذن الله. تفاصيل موجودة على الواتس لو حبيت ترسم. السؤال الأولاني خاص بالقطع طبعا عندنا، فبيقول لي هنا إيه؟ عنوان القطعة مهم جدا لابد أقراه، عشان ده بنسموه أنكيت، يعني بحث أو تحقيق، أو بنسموه سونداج استطلاع رأي طبعا، أو ممكن يكون فوغيم أون لانيا اللي هي منتدى على النت وشباب بيكلم بعض عن مشكلة معينة. بيقول كو فات فو بندو لي ويكوند، يعني ماذا تفعلون اثناء عطلة نهاية الاسبوع. سارة قالت جي باس ويكوند، انا بقضي عطلة نهاية الاسبوع اونتر لا باتينوار، ما بين ساحة التزلج والتدريب في الباسكت، تدريب الباسكت.
سي جينيال انه رائع. رارمو نادرا، قالت رارمو نادرا، جو في على بيسين نادرا لما بروح حمام السباحه بور ناجي لاعوم مع اولاد عمي ليا، بنات عمي هنا ليا وماري. جينيم با مونتا شيفال، ما بحبش ركوب الخيل. ها اقرا القطعه بعناية، اقراها بعناية. تيا بقى بتقول اون تي في الصيف جيباس توت لا جورني، بقضي طوال النهار في البحر. لا هناك جي في دو لا ناتاسيون، انا بمارس السباحه افيك مي افيك ما سير، مع اختي جوليي اي مي بارون ووالدي. انيفير في الشتاء جي سكي، انا بتزلج على مونتاني على الجبل افيك ان جروب دامي، مع مجموعه من الاصدقاء. سي سوبر ده رائع. ليو بقى بيقول شاك ويكوند، كل عطلة نهاية الأسبوع جفي على كومباني، أنا بروح الريف فيك ما فامي مع أسرتي. مي بارون اي مي دو سير، والدي وأختي. لا هناك نو روندو روندو فيزيت، احنا بنزور او بنتوجه لزيارة نو جرون بارون جدينا. لو متى في الصباح جفي دو فيلو، انا بمارس الفيلو ركوب الدراجات فيك مس ميسور مع اختي. جي مونتا شيفالو باركا بالخيل افيك مون كوزان دانيال، مع ابن عمي دانيال. جي باس لا سواغي، انا بقضي السهره. اجوي ادي جو فيديو، في ان انا بلعب العاب فيديو. شي مون اونكل برنار، عند عمي برنار. ساره بتعرف تمارس جيدا ايه، هي قالت لي باسكت وباتينوار، يبقى بتعرف كويس قوي الباتان اجلاس. في سؤال رقم 2 اونيفير في الشتاء، تيا ايه مالير، تيا تحب الذهاب على مونتاني الى الجبل طبعا. بعد كده لا فامي دو اليوم، يعني عائلة اليوم، سي كومبوز دو، بتتكون من سان بيرسون، من خمس اشخاص. طبعا هو ليه اختين وهو ووالده ووالدته. سارة ليو ام بكو، يعني ليو بيحب كتير. طبعا بالنسبة لنا ليو قال لنا انا بمارس الدراجات، فهو بيحب السيكليسما، بيقول انا بمارس الدراجات مع اخواتي، وكمان بيمارس الفروسية. داكو ده بالنسبة لليو، يبقى قال بيذهب وبيمارس زي ما قلنا الفيلو، بيركب خيل، وبيقضي السهرة في لعب ألعاب الفيديو. يبقى جو فيديو ألعاب الفيديو هي اللي قدامنا هتبقى مسموح بيها. الجملة اللي بعدها عندنا سارة ناج أفيك، يعني سارة بتعوم مع مين. طبعا سارة قالت أنا بذهب البسين مع أولاد عمي ليا وماري، يبقى سي كوزين أولاد عم، سي كوزين. سؤال لما نسأل بيه سيتان ريبورتاج سور، ده طبعا حديث عن ايه، عن الميول الرياضية عامة، لانه في سؤال اساسا هنا في الصفحة قدامنا قال ماذا تفعل اثناء عطلة نهاية الاسبوع. يبقى لا، مشروعات عطلة نهاية الاسبوع هي اللي هتبقى صحيحة عندنا، اما الميول الرياضية فانا مش هاخدها طبعا عندنا، انا هاخد مشروعات عطلة نهاية الاسبوع، لان العنوان ماذا تفعل اثناء عطلة نهاية الاسبوع. في القطعة الثانية مكتوب سالي بيير سافا، يعني مرحبا بيير، كيف حالك؟ جي سوي كونتون دو شاتير افيك ان فرونسي دو موناج، يعني انا سعيد ان انا بدردش مع فرنسي من عمري، من نفس عمري يعني. مواصي نبيل، انا نبيل جي 18 يعني عندي 18 سنة. انا اتقن الفرنسي، جي بيرفكسيون لو فرونسي دوبوي 8 ans منذ 8 سنوات. جي سوي دي اون فامي، انا من عيلة هايبر سبورتيف، رياضية جدا. مون بير، والدي، مون بير يعني والدي، عالي في دو تينيس، بيمارس التنس، إلي لونترينور دو تينيس، هو مدرب تنس او كلوب دو ماتريكس، في نادي ماتريكس. مامير، والدتي مونا، جو او اند بال، بتلعب هاند بول. بندون سون وزير اثناء اوقات فراغها. ما بيتيت سير سارة، اختي الصغيرة سارة، ايتين ناجيز، سباحة بروفيسيونيل يعني محترفة.
هي بتحصد أو بتفوز بكثير من الميداليات اون ناتاسيون في السباحة. جي بريفير لو سيكليزم، أنا بفضل ركوب الدراجات. شاك ويكوند، كل عطلة نهاية الأسبوع، جي بارتيسيب أن كورس، أنا بشارك في أن كورس في سباق أفيلو للدراجات، أفيك لي فوازان، مع جيران دو كارتيير، مع جيران الحي، بور براتيكي سي سبور، لممارسة هذه الرياضة. إل مي فو أن فيلو، يلزم دراجة، جو دوا ماتر أن كاسك، ويجب أن أرتدي خوذة من الحديد، أون فير يعني من الحديد، ودي بتفكرني طبعا إن المواد الخام بتصبغ بحرف الجر أون. بور بروتيجي، لأحمي لا تات الرأس، جي سوي توجور لو بروميير دون لا كورس، أنا دايما الأول في السباق. جي سوي فان دو سيكليست بورتوغي، أنا معجب ب قائد الدرجات أو المتسابق رولاندو دييغو، بطل العالم دوفوا مرتين. إلى لقاء نبيل. بيير بيكون إيه؟ فرنسي طبعا، فرنسي. لو بير دو نبيل، والد نبيل، بيمارس إيه؟ طبعا التنس. أفون دو براتيكي سون سبور، قبل أن يمارس رياضته، نبيل بورت، نبيل بيرتدي، طبعا عندنا نبيل هنا بيرتدي الزي بتاعه، هو بيحب أن يمارس سيكليسما، فبيرتدي كاسك أون فيغ، خوذة من الحديد. نبيل براتيك سون سبور بريفيري، بيمارس رياضته المفضلة طبعا افيك، هو هنا في القطعة الافيك لي فوازان دو كارتيير، مع جيران الحي، يبقى افيك لي فوازان. سارة ريمبورت دو ماداي اون ناتاسيون، سارة بتحصل على ميداليات في السباحة طبعا. نبيل وبييرون عندهم نفس العمر طبعا، لأنه هو قال له من نفس العمر بتاعي. في القطعة رقم 3، روبير باعت لفريد، بيكلمه عن الاسبور بريفري، الرياضات المفضلة، وبيقول له مو مو جو سوي ايبر ديناميك، يعني أنا نشيط جدا، جي في بوكو دو سبور، أمارس كثيرا من الألعاب الرياضية. مون سبور فافوري، رياضتي المفضلة، سو لو تينيس، انها التنس. جو براتيك سي سبور، امارس هذه الرياضه سيغ لو كور، على ملعب التنس. لو او كلوب دو نيس، في نادي نيس، جو مونترين، انا بتدرب 3 فوا بار سومان، ثلاث مرات اسبوعيا، سامدي لاندي مركردي، يعني يوم السبت والاثنين والاربعاء. جو باس دو زير، انا بقضي ساعتين اشاك سيسيون، في كل جلسه. بور ليز انسترومون، انسترومون نيسيسير، بالنسبه للادوات الضروريه. ايل مي فون ان راكيت، بيلزم راكيت طبعا. ان بال، وكره. دي تونز ان تون، من وقت لاخر، انا امارس اليوجا. دون نوتر جاردان، في حديقتنا، في حديقتنا. سورتو، خاصه كون جي دي كونترول، خاصه لما يكون عندي امتحانات. سي سبور مي دون دو لا ريلاكسيون، هذه الرياضة تعطيني الاسترخاء. دو نوتر بيسين، في الحمام بتاعنا. جيم ناجي، أنا أحب أن أعوم طول متى، كل صباح. بور 15 مينيت، لمدة 15 دقيقة. أفون داليرا، الكل قبل الذهاب إلى المدرسة. سي سبور مي أكورد، هذه الرياضة تمنحني. إن بون فورما، فورما جيدة. Je n'aime pas les sports violents. ما بحبش الألعاب العنيفة زي الجودو والكاراتيه والبوكس. C'est mon grand frère، إنه أخي الكبير الذي يمارسها. Il est le champion de Nice 3 fois en judo، يعني هو بطل العالم 3 مرات في الجودو. Au revoir Robert. عندنا هنا ناخد بالنا، Robert préfère le sport classique، وبيفضل الرياضات التقليدية، مش الرياضات العنيفة ولا القتالية ولا طبعا الخطيرة أو العنيفة. الفرق ما بين اكستريم وفيولون، زي ما قلنا قبل كده، وتابع معانا على التليجرام هتلاقي فيه تلخيص محترم للحاجات دي. احنا قلنا الاكستريم هي الرياضات الخطيرة اللي فيها خطورة قوية، بس الخطورة بتعود على الشخص والمعدات اللي هو واخدها. أما الرياضات العنيفة فدايما بتعود الخطورة من الشخص اللي أنا بعمل معاه الرياضة،
لأنها غالبا بتبقى رياضات فيها قتال. بورد التنس، بالنسبة للتنس روبير سانترين بيتدرب، هو قال لي هنا أنا بتدرب 3 مرات أسبوعيا، يبقى تروا جور بار سومين، 3 مرات أسبوعيا. روبير براتيك اليوغا، يعني بيمارس اليوغا. طبعا هو بيمارس اليوغا في منزله شلوي عنده، هو بيقول في الحديقة بتاعت المنزل بتاعنا، نوتر جاردان سورتو كون جي دي كونترول. بور افوار ان بون فورم، عشان تحصل على فورمة جيدة، روبير بيمارس طبعا الناتاسيون اللي هي السباحة، والسباحة دي رياضة مائية، فهاخد سبور نوتيك رياضة مائية. بنوا ايه؟ بنوا ده بيكون ايه؟ تنس مان ولا ناجير ولا باسكتير ولا لاعب في الجودو. طبعا هنبصه هنا عندنا، لان هو قال لي اخويا الكبير بيكون بطل في الجودو، فهو طبعا لاعب جودو، فهناخد الاخير. طبعا ما ننساش واحنا بنحل نركز في كل كلمة، وما تنسوش برضو دعمنا في القناة بلايك طبعا، وتعليقاتكم اهم حاجة، ابدأ ارائكم اهم حاجة. ها نمشي على نفس الريتم ولا نعلي شوية في الشرح ولا نبقى اسرع شوية؟ بور ريلاكسي روبير في، يعني عشان يعمل ريلاكسي عشان يهدى، هو بيمارس اليوجا طبعا. في القطعة اللي قدامنا مكتوب سالي فريد، يعني مرحبا فريد لويكوند بروشان. خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، ماشي، على أساسها كل القطع دي يا إما من امتحانات سابقة يا إما من النماذج بتاعت الوزارة، فتاخدوا بالكم إن القطع دي مهمة، هتقابلنا كتير بعد كده أو بنفس الأفكار يعني. طبعا هنا ده خطاب بالشكل العام، لانه ما يكتب فوق اسم مدينه وبعدها تاريخ يبقى ده اسمه خطاب، يبقى انا خدت بالي من الحته دي. وعندنا فيديو مهم جدا ازاي نميز ما بين انواع الوثيقه، يا ريت نسمعه. لو عايزينه اكتبوا لي في التعليقات وانا ابعت لكم الرابط بتاعه. سالي فريد، مرحبا فريد، لويكوند في عطله نهايه الاسبوع القادمه، جو بي بارتير لا كومباني، انا هرحل الى ليف شي مون اونكل عند عمي برنار، جو بي بروندر لو تران، سوف اخذ القطار دو ساتير من الساعه 7 بور اي اريفير، حتى اصل فير حوالي الساعه 8:30، يعني كده هياخد ساعه ونص. على كومباني في الريف، جو بو فير بوكو داكتيفيتي، استطيع ان امارس كثيرا من الانشطه افيك مي كوزا، مع اولاد عمي جوليا اي ماريا. جي باس لا ماتيني، انا هقضي الصباح انا جاي في السباحه دونو لاك في البحيره. ابري وبعد ذلك جي مي برومون افيلو، ساتنزه برومان افيلو، اتنزه على الدراجه دونو شان في الحقول. خلي بالك ان الكلمات دي مهمه جدا، هتنفعني لانها مرتبطه بالوحده الثالثه برضه. لابريمي دي بعد الظهر، جي مونت شيفال، انا بركب الخيل دون لا فوري في الغابه. سي جونيال، انه رائع، سي جونيال انه رائع، موا اي مي كوزان، انا واولاد عمي، اون باس لا سواري، بنقضي السهره، اجوي اون لين، في اللعب على النت، سيغ انترنت. اوف ات، في الواقع، جي باس دو جور مونيفيك، حقضي يومين رائعين بيكو معهم. لاندي ماتان، يوم الاثنين صباحا، جبرون لوتوكار، هاخد الحافله بور رونتري شي موا، للعوده لدي اون فيل في المدينه. Et toi, وانت، quel projet tu fais pendant le week-end؟ ايه مشروعاتك في عطلة نهاية الأسبوع صديقك ليو؟ طيب، ليو بيكتب خطابه، شوف قال لي خطابه امتى بقى؟ أما قال لي 20 يوليو، يبقى احنا في الصيف. يبقى هكتب on it day. يبقى معرفتي لبداية ونهاية الفصول مهمة جدا. عندنا في تلخيص كامل للموضوع ده على جروب التليجرام، ممكن ندخل حلقه في الموضوع ده، ولو ما فيش ابقى اكتب لي وانا ابعت لك باذن الله. ليو فاباسي، سوف يقضي، ها هيقضي دوجور، هو هيقضي عطله نهايه الاسبوع، هيقضي عطله نهايه الاسبوع. ليو اريفا لا كومبان، يعني ليو بيصل الى الريف الساعه 8:30 اللي هي 38 دقيقه. ليو فيدو لا كيتاسيون، يعني ليو بيمارس الفروسية طبعا في الريف، داكور، ولا قالي ألا فوري في الغابة، أيوة هي في الغابة في الريف وفي الغابة حددتها بالطبيعة. ليو فارونتري شي لوي، يعني ليو سوف يعود عنده أن أوتوكار بالحافلة. لصوار في المساء، ليو فاجوير، في المساء هيلعب ايه؟ قال هيلعب على النت بقى، في المساء هيقعدوا مع بعض كده ويقضوا السهرة سيغ انترنت.
هنقرأ الوثيقة بعناية، وثيقة طلاب الأزهر، وطلاب الأزهر طبعا محترمين، حاولوا من الأول كده عشان في مشاكل عند طلاب الأزهر شوية إن هم بيسيبوا المادة لفترات طويلة. لا، حاول من الأول إن أنت تشتغل وتشتغل على الكتاب كله بقوة، لأن هتستفيد منه جدا، يعني خاصة إن امتحانات الأزهر بتيجي تقيلة طبعا. لو حد حابب إنكم يشترك معانا أونلاين في المحتوى الخاص برحب بيه طبعا، يتواصل معانا واتس. كل سبور بريفريفو، يعني اي رياضه تفضل. عندنا بعض الشخصيات زي ادلين والقطعه دي بقى جات السنه اللي فاتت عندنا في الامتحان، فناخد بالنا منها بالنسبه للثانوي. احنا بنقول اهو خد بالك واقرا كل كلمه، ما تقولش دي بتاعت الازهر وتسيبها. ادلين بتقول جادوج وي او تنس، انا بعشق لعب التنس. شاك جور كل يوم جي باس انور، بقضي ساعه ابري لي كل بعد المدرسه امون تريني في التدرب او كلوب في النادي. جانيك نو مون تنس ما بريفري، انا يمكن مش عارف اقرا الاسم قوي، لكن هو لاعب التنس المفضل بالنسبه لي. فرانسوا بيقول موا انا جو في دو لا ناتاسيون، انا بمارس السباحه. جو ناج او موا تروا فا باغ سومان على بيسين دو كلوب، يعني انا بعوم على الاقل او موا يعني على الاقل تروا فا ثلاث مرات اسبوعيا في حمام السباحه. بالنسبة لكامي بتقول جيم لو فوتبول، انا بحب كرة القدم، ميم سي وبالرغم من كده جينو لو براتيك با دي تو، لا امارسها اطلاقا. سيمون فريغ كي لو براتيك سان جو با سمان، يعني انه اخي الذي يمارسها خمس مرات اسبوعيا. بولين بتقول موا جو نيم با دي تو، انا لا احب اطلاقا لو فوتبول كرة القدم. جي جو ادي جو فيديو، انا بحب العب العاب فيديو اون لين على النت بندول فاكونس اثناء الاجازه. شاك جودي كل خميس جو في او كلوب، انا بذهب الى النادي بورفوار ميزامي لرؤيه اصدقائي. فرانسوا سان ترين او كلوب دو كارتيير، يعني فرانسوا بيتدرب في نادي الحي. تعالوا نشوف فرانسوا، قال لي انا بعوم في نادي في البسين بتاع النادي، ما قاليش كلمة الحي دي يعني مش واضحة عندي، ولكن احنا طبعا هنقوله فرانسوا بيتدرب في نادي الحي. هو قال في النادي فقط لا غير، ما قالش نادي الحي، فاعتبر الجملة دي خاطئة. بعدها طبعا بولين قام جوي اونلاين، يعني بولين بتحب تلعب على النت، دي جملة صحيحة. اللي بعدها ستان روبورتاج، انه تحقيق عن مشروعات اجازة الصيف، دي جملة خاطئة. طيب لو فرير دو كامي، يعني اخو كامي طبعا بيلعب جيدا كرة القدم، دي صحيحة. جانيك طبعا ده لاعب تنس، دي جملة صحيحة برضو. عندنا أدلين بتقضي ساعتين في تدريب التنس، دي جملة خاطئة لأن أدلين قالت إن أنا بقضي إينير ساعة واحدة. تكور. نيجي للمواقف، والمواقف مبنية على الفهم وفهم ترجمة المواقف كويس أوي. أنا بيجي لي أربع جمل، وخلي بالك إن المواقف فيه جمل عليها درجتين، ماشي، وهو حاطط حتى المظلل بقى أصفر عليه درجتين. انت بتتحدث عن دور المدرب، دور المدرب كاسكي فوديت، هتقول له ايه؟ بيحكم المباراه، بيضع خطط اللعب، بيدافع عن مرماه، بيحرز اهداف. شوف بقى انا طلعت بترجمه الاربعه دول بمهن لكل شخصيه، ماشي. بيحكم المباراه ده الاربيتر، بيدافع عن جونه ده طبعا الجارديان دي بوت ويحرز الاهداف ده طبعا الماركو او البوتي اللي هو الهداف. فودوني انا في، يعني انت تعطي رأي سيغ ان سبور انديفيدوال، لابد تكون رياضه فرديه. كاسكو فوديت ماذا تقول؟ تقول كره القدم دي رياضه جماعيه مش نافعه، بفضل الرجبي مش نافعه، هي الناتاسيون لان دي الرياضه الفرديه الوحيده اللي ذكرت هنا. فودي موندي انا ما، انت بتسال صديق اين هو يذهب لكي يمارس الرياضه، كاسكو دي ماذا هو يقول؟ طب هيمارس رياضة هيروح فين؟ أكيد نادي الحي. داكور، مش نافع محطة القطار ولا الفصل ولا الخباز المخبز يعني. فودرامي صديقك كاريف توجور بيصل دائما أن ريتارد متأخرا، كاسكي فوديت بتقول له أنت باطل التأخير. فأنت بتقول عليه كده.
إلي لو شامبيون دو ريتارد، مش هتقول بيصل في الميعاد ولا بيحترم مواعيده، ولا هتقول هو لا يصل متأخر. أنت بتشيل تعريف الغطس فبتقول دي رياضة مائية، ستان سبور نوتيك، مش هتقول ده نوع من أنواع الترفيه ولا دي رياضة جماعية ولا دي سباق للجري. أنت بتستعلم عن بداية المباراة فماذا تقول؟ شوف جت في 21 دي طبعا، فبتقول متى تبدأ المباراة، في أي ساعة تبدأ المباراة، مش هتقول طبعا على اي نادي، مش هتقول الماتش ما بين اي فريقين، مش هتقول بينتهي متى ينتهي تنتهي المباراة. في الجملة اللي بعدها بنقوله هنا عندنا فودي كريفي، انت تصف زي لاعب كرة القدم، فطبعا بتقول مايو دو سبور، البور ان مايو دو سبور، طبعا مايو دو بان خاص بالسباحة، شيميز وجان ده خاص بالمظهر العام، كوستيم دي بدلة في الحفلات طبعا. فوتر امي صديقك فوديموند، يعني صديقك بيسألك، فوديموند بيسألك دو كوا اون بيزوان، يعني اي شيء نحتاج، واخد بالك دو كوا وبيزوان، ها دايما بيجوا مع بعض، ها افوار بيزوان تاخد دو بعدها، ففي السؤال بتاعها بناخد دو كوا. بورفير دو تينيس، خلي بالك قرايه الجمل دي بعنايه هتساعدني في الاختيارات في القواعد، فانا كده بقول لك اقرا بعنايه، بلاش حته ان انا اشوف كلمه وادور على الحل بسرعه. ايه اللي محتاجينه للتنس؟ طبعا انا محتاج راكت، مضرب، محتاج كوره، يبقى ادور على دو راكيت ان بال، وبال لابد تكون كوره صغيره. فوتر امي صديق فودي موند بيسالك كيل سبور فو براتيكي، عن الرياضه اللي انت بتمارسها، كيسك فو ديت، فانت بتقول له مش معقوله التصوير ولا الرسم ولا جيمناستيك ولا الموزيك، لا جيمناستيك ماشي، اللي هي العاب الجمباز والالعاب البدنيه. فوتر امي صديق فوديموند بيسألك كل سبور فو براتيكي، اي رياضة تمارسها، دي خدناها. تعال ناخد رقم اربعة، بتقول فوتر امي صديقك فوديموند لا ديفينيسيون، بيسألك عن تعريف الجري، فتقول له سيتان كورس ابيان، مش نوع من الموسيقى ولا رياضة بتمارس في البحر ولا طبعا مادة دراسية. احنا بنحاول بقدر الامكان نترجم معظم الجمل على اساس ان الجمل جديدة شوية بالنسبة لك، وانت ساعدنا في انك ترجمها بقوة طبعا، لان في نهاية الدرس في امتحان، والامتحان هيطرق لك عشان تحله، وطبعا انت متابع جيد لينا، هتدي لايك للفيديو بإذن الله اذا عجبك، لو ما عجبكش خلاص اقفل القناة دي وما تسمعش حاجة بقى كده مننا خالص، وطبعا ما تنساش تبعت حل الامتحان ليا على رقم الواتس، اراجعه معاك وشوف مستواك عامل ايه والدنيا معاك شكلها ايه. طيب كمل معايا رقم خمسة، فوترا مي صديقة فوديموند بيسألك سيكوا لو سيكليسم، ايه هي السيكليسم؟ ايه يا جماعة سيكوا؟ سيكوا ما هي؟ ماهية الشيء؟ احنا عارفين كاسكوسي وسيكوا بيسألوا عن ماهية الأشياء. طبعا أنا هنا هاخد سيكليسم يعني ركوب الدرجات، فهدور على فيلو، فكورس دو فيلو. طب هي مسيو تنفع كورس فيلو؟ تنفع، داكور مش غلط، هو بدأ مرسي يدخل كورس دي فيلو بقوه شويه. انا مي سان فورما صديق بيستعلم سوغ لو ترافاي دو لاربيتر، عن عمل الحكم، كيسكو فو ديت، ماذا يقول؟ طب الحكم بيعمل ايه؟ بيحرز الاهداف ولا بيدرب اللعيبه ولا بيشجع الفرق ولا بيدير المباراه؟ يبقى يدير المباراه. طبعا معانا فيديو جديد، طبعا يا ريت طبعا اللي حابب يشتغل معانا من برافو يعلن الموضوع ده تحت في الفيديو هنا باذن الله، على اساس ان احنا هنشتغل من الكتابين وكمان هنضم ليهم بونسوار. اللي حابب يشتغل من جينيال معانا فريق محتوى خاص، يراسلني على الواتس باذن الله وهنشتغل منه. شايفين ست نقط، يبقى المواقف على حسب احدث حاجة للمواصفات بتاعة الامتحان بتيجي ست نقط. بنحط منهم ثلاث جمل فيهم دو بوا نقطتين. يبقى أنا عندي كده كام نقطة بقى عشان نحسب؟ 2 في 3 ب 6؟ أنا عندي 3 ب 3، يبقى في 9 درجات على المواقف. ماشي؟ خد بالك ده على أحدث المواصفات اللي نزل بيها الامتحان السابق بإذن الله. طبعًا كل سنة بيبقى فيه تجديد صغير، لكن كلها بتدور في نفس الإطار يعني. طيب ناخد بالنا فوترا مي صديقك فودي موني بيسألك كيل كيبمون اون اتيليز بور براتيكي لو بادمنتو، ايه المعده، خلي بالك معده واحده بنستخدمها في البادمنتون، فاكيد هقول له الفولون، لان البادمنتون هي كورت ريشه، هي كورت السرعه، وانا بستخدم فيها كورت ريشه طبعا، ودي مهمه جدا عندي.
طبعا بنصح كل الطلبة المميزين والطلبة القادرين طبعا على التحكم في دراستهم انهم يذاكروا من الاول، وياخدوا بالهم ان كل الكلمات اللي احنا بنقولها دي سبق واحنا قلناها في الدروس بتاعتنا او في الدرس نفسه، في كلمات الدرس نفسه في كتابنا، كتاب ميرسي طبعا. فطبعا ناخد بالنا. بالنسبة للشرح زي ما قلنا ان في محتوى خاص اونلاين بنجاوب فيه على الأسئلة بتاعتكم، وطبعا القواعد بنشرحها بالتفصيل. فوترا مي صديقك فوديمون بيسألك فوترا في عن رأيك عن المباراة. سؤال عن الرأي، احنا فاكرين كومون تي تروف سو ماتش، كيف تجد هذه المباراة؟ مش متى يبدأ ولا الماتش فين ولا ما رأيك في الحكم، لا انا بسأل على المباراة نفسها، فبسأل اون جنرال على المباراة فأقول ايه المباراة. فودي مونديا فوترا مين، انت بتسال صديقك سون سبور بريفيري عن رياضته المفضله، ماذا هو يقول؟ فطبعا مش هيقول لك انا بعزف بيانو ولا رسم ولا بفضل الرياضيات، هيقول لك طبعا انا بمارس الباسكت والايه والتنس. فوترا مين صديقك فودي موندي بيسالك عن المكان المثالي لممارسه الفي تي تي او الاسكالاد، فالجبل الاثنين في الجبل الساعه 8 وانت عندك ميعاد الساعه 7:30، يبقى انت كده متاخر، يبقى هتقول جو سويز ان ريتارد، واحنا شرحنا طبعا فين دي جو سويز ان ريتارد مظبوطه هنا، احنا شرحنا كلمه الير الي تنكور تو، يعني هو مازال مبكرا، تعادل جو سوي اون افونس، انا لسه بدري يعني او واصل بدري. فودي مونديا فوترا مين، انت بتسال صديقك اين يتدرب؟ طب انا عايز مكان، قول او جيمناز على طول، مش هقول ميعاد ولا هقول مع اصدقائي ولا هقول كل جمعه. Vous conseillez à votre soeur, انت بتنصح اختك ان تمارس السكي، فهتقول لها اذهبي الى الايه؟ ها؟ الجبل؟ سكي الجبل خاصة في الشتاء. انا مي فو ديمون، صديق بيسألك عن عمل المدرب، زي ما قلنا المدرب بيعمل ايه؟ بيضع الخطة. ها؟ باكور بيدرب اللعيب. جميل اهو، يدرب اللعيب. هنا يتحكم في الدورة؟ لا، يتحكم في الدورة ده مش تبعنا طبعا. فوترا مي صديقك فوديموندي بيسألك كل سبور في أي رياضة نمارسها؟ بالبول دو فير. افيك دو بول دو فير، بول دو فير اللي هي الكرة الحديدية، الكرة الحديدية البيتونك على طول. احنا خدنا الإيكيبمون أو ليزينسترمون، المعدات يعني اللي هي الأوتيل بتاعت كل لعبة، فلابد أكون قاريها كويس ومدرك معناها طبعا عشان أقدر أترجم حاجة زي كده. في سؤال عندنا، أنت تشرح إلى صديقك وصف خط السير للذهاب إلى ساحة التزلج، فطبعا بتقول له استمر في خط مستقيم أو دغري طبعا على حسب الجملة. أنا مي صديق سان فورم بيستعلم سور لي زيكيبمون دو باتيناج، عن إيه هي المعدات بتاع الباتيناج؟ طب دور لي بقى على باتا، حذاء للتزلج، حذاء للتزلج، مش معقول هقول راكت ولا هقول شنطه رياضيه ولا هقول مايو دو بان وانا عندي باتا. في امتحان 21 جالنا بتتحدث عن رياضتك المفضله ماذا تقول؟ فبتقول طبعا انا بعشق، انا بفضل، انا بحب، انا بفضل الطبخ. لا طبعا تيرا الارك عندنا اللي هي الرمح او القوس. طيب في التمرين رقم 5 بيقول لي فودي موندي افوترا مين، انت بتسال صديقها سون سبور بريفري عن رياضته المفضله، كاسكي فوديت ماذا تقول؟ انا بساله بقى، هقول له فو بريفري كالي سبور، انت بتفضل اي رياضه؟ مش هقول له ماذا تفعل في الحياه ولا الموسيقى اللي بتعملها، ولا هقول له انت بتفضل اي ماده، ده انا بسال عن الرياضه المفضله. ها فوترا مي بارل دو سي جو سبورتيف، يعني صديقك بيتحدث عن ميول الرياضية، ميوله الرياضية. فبيقول أنا بعشق الطبخ ولا بتكلم فرنساوي ولا بعشق الرياضات الجماعية، هي دي طبعا، لأن مش هقول أنا بعزف كويس ساكسافون. طيب اللي بعدها فو فو زان فورمي، أنت بتستعلم فو فو زان فورمي سيغ لوغ دو لونترينمون، عن ميعاد التدريب، فبتقول كيف يكون التدريب ولا في اي ساعه يكون التدريب ولا اين نتدرب ولا من يدرب الفريق. شوف احنا ترجمتهم كلهم بعنايه بسرعه واخترت اكولوغ اي لونترينمون. فودي موندي انت بتسال صديقك ماذا يفعل في الاستاد، فبيقول لك ده انا بشجع فريقي المفضله،
فرقتي المفضلة، ولا أنا بمارس سكي التزلج، ولا بشاهد فيلم، ولا بمارس الاسكالات. طيب في الجملة اللي بعدها، فوديو مونديو افوترا مي، أنت بتسأل صديقك عن نهاية المباراة، فماذا هو يقول؟ أنت بتسأل صديقك لا فون دي ماتش، نهاية المباراة، فهو هيقول لك إيه ده 2-0، ولا هتبتدي، ولا هتعقد، ولا هتنتهي؟ أنا بسأل عن النهاية، النهاية هتبقى إمتى؟ موضحليش هنا عن نتيجة المباراة، هو نهاية المباراة. عندنا الجملة اللي بعدها، ستة، لوكيب دو فوتر مي، فريق صديقك فاز، فأنت بتقول له تهنياتي، فريقنا هيفوز ولا فريق خسر ولا نتيجة 0-0؟ لا، هو ماذا تقول؟ فريق فاز، فبتقول له توت مي فيليسيتاسيون. في رقم ستة عندنا، فو بارلي، أنت تتحدث ديزيكيب مون دو لا ناتاسيون، عن معدات السباحة، فطبعا مايو دو بان. فو فو انفورمي، أنت بتستعلم سور لو ليو دو لونترينمون، عن مكان التدريب. في استعلامك عن مكان التدريب، فبتقول التدريب فين، مش بتقول في أي ساعة، ولا كيف تجد المدرب، ولا بتقول لماذا بتتدرب. طبعا انا بقول كل ما تترجم الجمل من الاول، كل ما هيعاد تكرار الجمل وصياغتها، فتبقى سهله بالنسبه لك ترجمتها فيما بعد. فودي مونديا افوترا مين، انت بتسال صديقك عن رايه عن المدرب، فبتقول له كيف تجد مدرب. من السؤال عن الراي كيف، كنت واخد هنا في سنه تانية، واحنا الكتاب عندنا بتاع مراجعه اولى وتانية، تابعوه معانا باذن الله، هننزله في الحلقات القادمه، بنصوره دلوقتي. فوفوز انفورمي، انت بتستعلم سيغ لو نومبر دو جوير، عن عدد لاعبين الفريق بتاع كرة القدم، فبتقول كومبيان دو جوير اليا اليكيب، كم طبعا لاعب في الفريق، لان مش هسأل بأين ولا أي فريق تشجع، ولا كيف تجد كرة القدم. فو دي موندي انا مين، انت بتسأل صديق سي كومبورتو جيمناز، ماذا نرتدي في صالة الألعاب، هو بيقول طبعا ان انا بستدي سيرفيت مون زي رياضي، لان طبعا مش هنفع اقول بدلة من صوف، ولا هنفع اقول زي بحر، ولا بنطلون جينز وتيشيرت. فودي مونديا فوترا مي، انت بتسال صديقك كان سبور الفي، اي رياضه هو يمارس، هو بيقول طبعا هختار رياضه، فهو قال جي في دو لا ناتاسيون، بمارس السباحه، مش هعمل واجب، مش هتسوق طبعا، في لي كورس يعني يتسوق، وطبعا بعزف كمان. في اخر تمرين في المواقف هنا عندنا في الدرس ده، فو بردي، انت بتتحدث عن انشطتك الرياضيه المفضله، فهتقول ايه؟ انا بلعب كره القدم طبعا، كره الطائره، فولي بول. فوترا مي، صديقك فودي موندي بيسالك عن دور المدرب، طبعا دور المدرب احنا عارفينه، فبيقول ماذا يفعل المدرب، طالما حسال لي. بتعشق الموسيقى، فبتقول الموسيقى دي هوايتي. بتستعلم عن الفريق المفضل بتاع صديقك، فبتقول له اي فريق انت تشجع، اللي هي كاليكيب انكوراج تي. انا مي فو دي مون، صديق بيسالك سكو فو فات على بلاج، ماذا تفعل في الشاطئ؟ اكيد بعوم، مش هلعب كرة قدم، ولا همارس التزلج، ولا باتانا جلاس اسكي، طبعا تزلج في المناطق الجبلية والحاجات دي. فوترا مي، صديقك فو دي مون بيسالك دو كوا vous avez besoin pour faire de l'escalade، ايه اللي انت عايزه عشان تمارس الاسكالات؟ حبل طبعا، كورد، مش كوره ولا كوره صغيره ولا بسكليت، درج. هنركز مع بعض في القواعد، وكل الاسئله دي فاتت علينا. ميكو با يعني اصدقائي، في هنا دي هختار فير، يبقى هنقوله فون. جي جو او طبعا، عشان فيرب جوي بياخد حرف الجر وبيضغم يبقى او، اون دي بال زي ما انتم عارفين مبدوع بحرف ساكن. هو بيتدرب كم مرة؟ كومبيان دو فوا، كم مرة يوميا؟ الاسكالاد ايه؟ الاسكالاد دي مؤنث، فهتبقى فيولونت. سي، وبعدين انترينيس، هناخد تون عشان مبدوع بحرف متحرك، اي اسم منفرد مبدوع بحرف متحرك. ابعد عن تا وماوسا، او ماو تاوسا. كون سي هنا جمع مذكر، فهنقوله كال، معناها نصائح. كاليه، ها، حاجة فيها ان، يبقى طن، لان هبعد عن طا وصا، هبعد عن طا وصا، لان اسم مفرد مبدوء بحرف ايه؟ متحرك. جي
انكاراج جي انكوراج انكوراج بشجع هذا الفريق، وكلمه فريق مؤنث تبقى ساد. ميكو با جو فو بروبوز، يا اصدقائي انا بقترح عليكم ان انتم تذهبوا او تروحوا الجيمناز. جان في دوكو ديز اكتيفيتي، ما عنديش دو هنا، المفروض كانت تبقى دو ابوستروف، دوكو عايزه دو، تري طبعا عايزه صفه، يبقى اخد بلوزيور، وبلوزيور طبعا هتعرفين هي وكلمه كالك بيجي بعدها الاسم جامع بدون ايه؟ بدون اداه. بلوزيور وكالك بيجي بعدها الاسم جامع بدون اداه. تيجو او باسكيت، نو جو في دو لا ناتاسيون، يعني انا بمارس السباحه، فهناخد هنا دولار. إيكيبمون يعني معدات، جمع مذكر، ها ناخد كلمة. المدرب سأل أو طلب اللاعبين، يبقى الأمر موجه هنا اللاعبين، اللاعبين هنا جمع، يبقى أونترينيفو، على أساس إن الأمر هنا مثبت طبعا. جينم باليز أكتيفيتي، أنا لا أحب الأنشطة، إنديفيدوال فردية، وهناخد جمع مؤنث لأن كلمة أكتيفيتي جمع مؤنث. ألفي بيان دو دو فيولون، طبعا عشان مذكر كلمة فيولون يعني كمان. جو نو في إيل نو في با، جملة منفية، ناخد دو على طول. تي فا بارتيسيبي ا، وبعدين كيل كومبيتاسيون، كيل هنا هتبقى جمع مؤنث لأن كومبيتاسيون معناها مسابقات أو منافسة. تو لو موند، بتعادل الضمير إيل هو، هناخد براتيك لان جه بعدها له طبعا، واحنا عارفين افعال الميول وفيرب براتيكي بياخدوا بعدهم ادوات معرفه. جي ادور لو سبور كولكتيف، لان كلمه سبور جمع مذكر، هصرف هنا مع اون، يبقى هتبقى في. جو فو، بصرف مع الضمير الاولاني دايما، يبقى جو فو زانفيت، انا ادعوكم الى لعب مباراه الباسكت. إل ني فون با دو جيتار، طبعا هناخد دو على أساس إن الجملة منفية. جو إل جو أو جو فيديو، ألعاب الفيديو. جو في بارتيسيبي أ لا أو أسات أسات كورس دو فيلو، لأن كلمة كورس مؤنث. إل فو، بعدين شبكة، شبكة طبعا إحنا عارفين إنها مذكر، فهناخد أ. عالي بورت إن تيني، تيني طبعا زي، وزي دي مؤنث، فهناخد بلو مؤنث. سي مايو اون ساتان، يبقى مادة خام، بسأل عنها بأون كوا. إليا إينير، منذ ساعة، يبقى ده ماضي حديث، ماضي حديث يبقى فيان زائد دو زائد مصدر فعل. ميكو با أصدقائي، فون هنا هي، لأن أصدقائي بتعادل الضمير إلى بيكاس. تي تونترين ال أو جيمناز، صالة الألعاب، يبقى هناخد أو. جي فوز انفيت آ، دايما انفيتي آ يدعو إلى، وبيجي بعدها مصدر فاعل. جي ديتيست لو يوجا، يعني أنا بكره إلي. ناتيلي في دو لا بيتونك، يعني بتمارس الكرة الحديدية، هي دي سليمة عندنا لأن دي مذكر مش هتنفع، دي مذكر مش هتنفع، دي جامع مش هتنفع. الفعل كله مصرف على ناتيلي، ما عنديش مشكله، لكن في فرق ما بين دي ودي، فاخد بالي من الحته دي كويس قوي. جو نو في با، الجمله منفيه، هناخد دو. لا بوكس اي بلو فيولونت، لان الصفه بتبقى دايما عايده على الاسم الاولاني في المقارنه. نو فوزون دي روبي، عشان روبي مذكر. جولي جو، بتلعب، لان بعدها او. Je participe à la course à pied. À la course à pied. لأن دي كلمة مؤنث طبعا. Il joue bien badminton، طبعا مذكر، تاخد O. Ils ne font pas. وبعدين equitation، هناخد دو أبوستروف طبعا، لأن فير هنا وقعت ما بين الشقي الناف، فحولنا أدوات التجزئة إلى دو أو دو أبوستروف، خدنا دو أبوستروف على أساس إن equitation مبدوء بحرف متحرك. لكيب إسبانيول، يعني الفريق الإسباني، بير طبعا فريق بيعادل الضمير هي. جول مي دو باسكت، باسكت طبعا جمع مؤنث، هناخد مارون، بتحللي أي مشكلة كلمة مارون لأنها تنفع في الجمع وفي المفرد، مذكر ومؤنث. ما فامي اي موا، اي اسمه، كلمة أنا، فهناخد فعل مصرف مع ضمير نو، اللي بعدها تيا بيزوان دايما ناخد لها كوا، أما لاقي بيزوان دي أخد لها دو كوا.
اللي هي أي شيء نحتاجه، وإحنا قرناها في المواقف أكتر من مرة. فالكده عايزك تربط كل حاجة ببعضها، المواقف بقرايتك للقطعة، بإن أنا هكتب السوجي الموضوع، الكونتكست كله مهم، محتوى الدرس كله مهم بالنسبة لنا، عايزك تذاكره وحليته، حله مرة كمان مفيش مشكلة، تابع معانا بإذن الله وإحنا هنكون على قدر المسؤولية معاك بإذن الله. دوما غدا، طبعا غدا بتدل على المستقبل القريب، يبقى اون فاجوي ان ماتش، هنلعب مباراه. جولي فيان دو، طبعا بنحتاج مصدر فعل دائما، هتبقى ناجي لان ده ماضي حديث، والماضي الحديث بيتكون من فينير زائد دو زائد مصدر فعل. جو مونت اشيفال، مونتي اشيفال، لان فيرب مونتي بياخد حرف الجر الضن مع الوسائل اللي اقدر اخش جواها، مع الوسائل المكشوفه، وخاصه اشيفال هي المنتشره عندنا في المنهج بتاعنا، لو مذكر طبعا ممكن تاخد او. اللي بعدها تي دوا، يجب عليك، تي دوا مع تو اصرف تو، تونتريني سوني با ان بال، سوني با ان بال، ان بال داكو. الاهلي ستون ايكيب بريفري، طبعا هنا مؤنث يبقى هناخد مون، ان اي اسم مؤنث مبدوء بحرف متحرك او اي اسم مبدوء بحرف متحرك مش معقول هاخد له ما ولا، طبعا دول جامع مش هينفرق. اوبجي جامع مذكر معناها اشياء، يبقى هناخد كل كيل اوبجيت يا بيزوان بور جوي او تينيس. ليكيتاسيون سي كوا، سؤال عن الاشياء او ماهيه الاشياء، بستعمل كوا طبعا لو جت في نص الجمله او في اخرها. جيم بكو، انا احب كثيرا لو، لان ايمي بتاخد اداه معرفه بعدها. لاليت ايتان دي سبور، واحده من الرياضات، اما يجي فهي عايده على الاسم اللي بعدها، شوف بقى الحته دي. وسبور هنا جمع مذكر، يبقى هناخد فيولون، واحده من الرياضات العنيفه. جو ان امبافير، هي لا تحب ممارسه ديوغا، طبعا النفي هنا اذا وقع على فعل اخر غير فير، والفعل الاخر ده كان من افعال الميول والاراده، فعلى طول انا بترك الاداه بتاعه التجزئه بدون تغيير واسيبها زي ما هي. عندنا اول جمله جت في 20 هنا، ليزيليف فون، ليزيليف جمع، جو في ا لا سال، J'aime jouer au badminton. Le judo, c'est quoi? La boxe, c'est un sport, violon. Une aide à la sport. Cet enfant joue bien du tennis, au tennis. Chaque jour, on joue au football. جميل. Les enfants au club. طب les enfants بيتدربوا، يبقى سانترين بيتدرب. Les enfants بتساوي ضمير إلى ويك إس. Nous faisons de la bitonte. De la بيتون. مي بارون فون دي دو تير على. مون فرير في دو بادمنتون، لان طبعا دي بادمنتون كرة الريشة، دي مذكر. فوتو فير دو فيلو، الوي بيان سور، نعم بالتأكيد. الجملة هنا مثبت، مثبتة وانا اثبتت اقول وي. ما سور في دو لاسكالات، نو جو، وبعدين دو لا جيتار. الفون دلتا بلان، طبعا دلتا بلان دي مذكر فخد بالك منها، هتبقى دي. هنا اكسسوار طبعا جمع مذكر، هناخد كال، دي من منهج سنه اولى وثانيه. جان هنا منادى، يبقى مصرف مع ضمير تي، وهنا مؤكد له بان في تو كصفه ملكيه. اجوردوي الفي تريشو، الفي معناه الجو يكون. اجوردوي اليا دولا بالوي، لان مطر هنا مؤنث. لا بير دو شوسير اي، هنا صرفنا مفرد، يبقى اكيد هقول نوار. تاش ميناجير بريفيريفو، يبقى هنختار كل جمع مؤنث طبعا، لان دي المهام المنزليه. تاش ميناجير المهام المنزليه. دوما لكيب، طبعا مع دوما انا هختار مستقبل قريب اللي هو بتكون من الي زائد مصدر فعل. لي شوسيغ سون بلو، صفه عايده على كلمه شوسير، تبقى اليغونت، وهنا طبعا شوسير جمع مؤنث. لا روب اي دي مودي، يبقى تري دي مودي، لان تري بيجي بعدها صفه. جينيم با سات كولير، لان كولير مؤنث. لا باج اي تانارجون، المواد الخام دايما تسبق بأون.
مون بير والدي اشتي اشترى سات اورلوج، هذه الساعه دي كلمه مؤنث طبعا، وكانت وردت في الامتحان 23 الامتحان اللي فات ده على طول. دايما انا بكرر وبقول دايما تابع، اسال، خلي معاك مدرس دايما انت تساله ويجاوبك، داكو دايما يبقى في تواصل، واحنا كلنا في خدمتكم طبعا باذن الله. طبعا لاسي دي من ضمن الحاجات اللي بتصف شكل، بناخد دايما حرف الجر اه. لي بالون سون دي ان كولير فيرت، لان الصفه هنا عايده على كلمه كولير. جو في مونتريني، انا سوف اتدرب على الملعب. زيدان سونترين، بيتدرب ليكيب دور، يبقى يدرب بقى هنا بقى يدرب بس. لان لو جه مفعول مباشر يبقى معناها يدرب، لكن لو جه بعدها مفعول غير مباشر يبقى معناها يتدرب. Je n'aime pas faire de la natation. نفي ما أثرش هنا. La boxe c'est plus. بعد سو دايما الصفة مفرد مذكر، يبقى هنختار فيولون. Tu préfères. وبعدين au handball. ولا لو handball. لو طبعا، لأن أفعال الميول وبراتيكي بياخدوا أداة معرفة. Equipement يبقى ناخد كال جمع مذكر. Escalade tennis sport violon، لأن الصفة عايدة على كلمة سبور. Moi je n'aime pas l'eau. جوجانج، لان ايمي طبعا ما بياخدش ادوات نكره ولا تجزئه، دايما احنا متعودين انه بياخد معرف. سو ماتش كاسك تي ان بونس، طبعا حرفين بونسي يجي بعد دو لسؤال عن الراي مع كاسك، وقبله اون. اون نيمبا لو يوجا عندنا. اربيترا، اربيتر يعني حكم وحكم، بس كلمه نرفوز مؤنث يبقى ناخد سات. بيغ طبعا هنا اون ذا بال، فهناخد طبعا جو او بيلعب هاند بول طبعا، لان احنا عارفين ان الاش هنا حرف ساكن. داكور جو بريفي جوي او بادمنتون، طبعا عندنا لا راكيت فوكوت يعني بيكلفك، بيكلفك الفاعل هنا كلمه لا راكيت، لان لما يكون في اسم وضمير انا الاسم الاولاني والفاعل. جي في بوكو طبعا دو بس عندنا فين دو اهي، لان لو جت ظروف الكميه تحول ادوات التجزئه الى دو او دو اي ابوست. جيم بكو لو بقى ليه هنا ما جاتش، انا عندي فيرب ايمي وايمي ما بياخدش الا ادوات معرفه. جوجو بكو انا بلعب كتير، او هنا واضحه. جو بارتيسيب بكو الا، اشارك كثيرا في السباق. طيب انا عايزك بقى في الجزء ده اهو، عشان هترجع تقول لي يا ميسيو انا مش عارف اكتبه ازاي، انا بس هحاول معاك في اول حاجه، لكن دول كلهم جمل فاتت عليك. بيقول له جو سوي ايبر سبورتيف، انا رياضي جدا. ايه توا وانت؟ ايه الرياضه الجماعيه اللي انت بتمارسها؟ عندك السؤال ده موجود واحنا لسه قاريينه مع بعض. هتجاوب تقول جو او فوتبول، او جو براتيك لو فوتبول، او جو في دو فوتبول. دو كوا تيا بيزوان بور براتيكي سو سبور، ايه اللي انت محتاجه؟ هنقوله اونا بيزوان، ها ركز معايا واكتب انت، اصل في الكتابه بالذات ما ينفعش ان انا اكتب وانت تنقل، لا لابد انت تكتب، لان محمد هيكتب جمله، علي هيكتب جمله، مريم هتكتب جمله، هبه هتكتب جمله، كل واحد هيكتب جمله غير التاني، بس كلهم صح. وانا عايز ده، عايز ان انت تبعت لي الاجابات بتاعت دي وتكون صحيحه. اوعى تتكاسل في السؤال ده، السؤال ده تريز امبورتون، مهم جدا. يبقى انت هتقول له جو بيزوان، انا محتاج ان بالون كوره كبيره، ان مايو زي داكور. يبقى حاول ان انت تقرا الاسئله اللي عندك وتجاوب كل المواضيع اللي قدامك دي، وتجاوب برضو ان انت هتتكلم عن يومك الرياضي، هتتكلم عن عيلتك، هتتكلم عن الرياضه المفضله، بالاضافه الى الامتحان بقى، الامتحان هتجاوبه كاملا وتصوره وتبعته. لا الامتحان انا مش هجاوبه الا لو انتوا جاوبتوا لي. المواضيع والامتحان دول واجب عليك. داكور؟ والامتحان جميل هتلاقوه لذيذ جدا ما فيهوش حاجه. ميرسي بورفو، شكرا ليكم، ما تنسوش دعمكم لينا ولقناتنا طبعا، ودعوه زمايلكم لينا، مستمرين معاكم باذن الله بدعمكم. اوروفوار، ونلتقي في الحلقه القادمه باذن الله. اوروفوار.